حسن الساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سيرة القنيطرة. اليوم الغرفة نظمت هذا اللقاء بمشاركة مع لانابيك لتنزيل مشروع أوراس جوج البرنامج الحكومي الذي سوف يساهم في خلق 50,000 منصب شغل. اليوم مقاولة بجهة الرباط سيرة القنيطرة تنخرط في هذا المشروع الهام الذي سوف يستفيد منه هذه المقاولات بمنحة قدره 1500 درهم عن كل شهر، وهذه المنحة سوف تساعد المقاولات وكذلك في نفس الوقت سوف تعطي واحد انخراط جديد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسير قدما في البرنامج الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية. مستفيدين البرنامج الحكومي سوف يستفيد من 50,000 منصب شغل على المستوى الوطني، وكل سباق سوف يستفيد منه للفترة المحدودة لغاية 31 دجنبر 2023. بالنسبة للمستفيدين من التعاملة ليس بالضرورة أن يكون حامل للشهادة، بل هذا المشروع أتى لتبسيط الأمور على غير الحاملين للشهادات بالانخراط في سوق الشغل. سلام، خديجة اليعقوبي، عندي شركة ديال البريت ابورتي بالرومي فيه لمسة مغربية، شركة مقاولة صغيرة، وحنا في صالحنا باش نبقاو نجيو بحال هاد الاجتماعات لان كتورينا لي شوز اللي ما وصلوش لينا من طريق زعما اليومي، زعما دونك تنسمعوا بورشه، ولكن اليوم شفنا شنو معني هذا البرنامج ديال ورشه جوج. دونك كشركه، انا اصلا الشركه ديالي كنخدم في الاكثريه الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم اعاقه، وهاد البرنامج في صميم هاد الشيء اللي انا فيه، يعني تيخصني 100%. مزيان بالنسبه للمقاولات ومزيان بالنسبه للشباب اللي تيقلبوا على الخدمه، والاكثريه الشباب اللي ما عندهمش الدبلومات واللي كنمنحوا لهم واحد الفرصه انهم يتعلموا ويتكونوا. وبالنسبه للشركات يكون عندها واحد التعويض، بالنسبه لكل واحد تيكون عنده واحد 1500 درهم كتعوضها، دونك مزيانه بالنسبه للشركات بحالنا اللي صغار وعاد بداو، دونك خاصهم الاعانه من الدوله. دونك بحال هاد الاجتماعات في صالحنا بجوج، في صالح المقاولات وفي صالح الشباب اللي تيقلبوا على العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الله المنياري، مسير مجموعه من الشركات اللي كتشتغل مجال الحراسه الخدمات والمناوله. جينا اليوم بدعوه من غرفه الصناعه والتجاره والخدمات اللي تربط سلاز قنيطره بشراكه مع لانابيك لحضور برنامج اوراس جوج اللي جا لدعم المقاولات وفي نفس الوقت دعم التشغيل. جا هذا كفرصه للشباب باش يتحليوا الباب في المقاولات باش يخدموا، وحتى المقاولات اللي بغاو يزيدوا العمال ديالهم هاد اوراس جوج جا فرصة باش حتى المقاولة تستافد منه. وهذا جاء كرؤية متبصرة من الرؤية لصاحب جلالة الملك محمد السادس في إطار برنامج التغطية الصحية الشاملة. وإن شاء الله اللي عجبني في هذا البرنامج هو عطى فرصة للناس الغير متمدرسة، الناس ما عندهمش لا شهادات لا والو، يستافدوا من هذا البرنامج ويستافدوا من التكوين، من المصاحبة ومن الشغل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.